الخير والجمال عليكم. النهارده معانا انثى العذراء ورجل الدور الترابي. البرجين ترابيين بس بصراحه العلاقه بينهم حلوه جدا. الدور رومانسي وحساس وحنين وطيب جدا، والعذراء انثى العذراء شخصيه قويه وجذابه هو بيتفتن بيها. بيحب انثى العذراء جدا، بيحب شياكتها، بيحب لبقتها، بيحب جمالها، وفي نفس الوقت هي كمان بتحب رومانسيته اللي مش موجودة عندها. هي عقلانية جدا فبتحب رومانسية رجل الدور قوي. الاتنين بيكملوا بعض وبيعرفوا يبنوا مستقبلهم كويس جدا مع بعض. والاتنين فيهم ميزة كويسة قوي، ان هما لما بيزعلوا بيعرفوا يصالحوا بعض، مش اللي هو كرسي في الكلوب ويلا بينا. طبعا العذراء انتقادي جدا والدور ما بيحبش حد ينتقده خالص. هي دي المشكلة كبيرة بينهم. بس الست العذراء الموضوع عندها بتعرف تسيطر عليه شوية. لما بتلاقي اللي قدامها جاب اخره زي ما بنقول، والموضوع كبر كده وخلاص بقى الدنيا هتبوظ، فبتفضل تسيطر على الحتة دي وتقلل الانتقاد شوية وتمسك اعصابها وتمسك زمام الامور. الثور بيعوض العذراء الحنية والحب. العذراء حنين جدا وطيب جدا، بس الدور رومانسي، رومانسي قوي قوي وحالم، فدايما بيعرف ازاي يجيبها ناحيته وازاي مدخلها منين وازاي يلفت دماغها. هو مش هيلفت قلبها وهيلفت عقلها. العذراء انثى عقلانيه جدا جدا، ولما بتحب بتحب بعقلها، ولما بتحب ما بتشوفش حد في الدنيا غير اللي بتحبه. فعندها اخلاص رهيب، عندها اخلاص وقوه تحمل، وهي اكتر برج ممكن يتحمل رجل الثور، لان هي عندها صبر جبال زي ما بيقولوا. بتعرف ازاي تمتص غضبه، بتعرف ازاي تسكت، مع ان العذراء ساعة الغضب ما بيتملكش نفسه، لكن مع الثور بتعرف ازاي يعني تلم الامور وتعديها وتفوت. ومش من الستات اللي بتبقى عايزه البيت يتخرب. لو هم متزوجين ما بتبقاش عايزه ان البيت يتخرب، تقول لا خليني انا هقدر اتعامل، انا هقدر اكمل، انا هقدر اكيف اموري. هي ست صبوره جدا جدا. هو دايما بيبقى مفتون بجمالها ومفتون بطريقتها ومبهور جدا باسلوبها في الحياه ومبهور بقوه شخصيتها، لان الثور برج قوي وبيحب كمان الست القويه جدا، ما بيحبش الست الضعيفه. كمان الثور له طبع حاد زي ما بقول لكم كده، وفي نفس الوقت رومانسي جدا. فبيلاقي ده بيكمله عند العذراء. الاثنين مع بعض بيعملوا مستقبل. بيعرفوا ازاي احنا النهارده على الستاب دي، بكره هنبقى على الستاب دي، بعده هنبقى على الستاب دي، كمان 5 سنين هنوصل للقمه اللي احنا عايزينها. فهم الاثنين متوافقين جدا مع بعض. نسبة التوافق بينهم بين العذراء، أنثى العذراء ورجل الثور، توصل أكتر من 80%. فدي نسبة في الأبراج الترابية عالية جدا جدا، يعني تعتبر أعلى نسبة في البرجين. الاتنين بيستحملوا بعض، ولما بيزعلوا بيعرفوا يصالحوا بعض، وبيعرفوا مفيش عندهم حتة ايه خلاص انا هسيبك وامشي، لا، لان هما الاتنين عندهم وفاء وعندهم اخلاص وبيفضلوا ماسكين في بعض لاخر وقت. فانا حبيت اقول لكم العذراء انثى العذراء ورجل الثور الترابي، البرجين مع بعض ناجحين جدا ونسبه التوافق بينهم عاليه قوي، ومن اكثر الابراج اللي تعتبر ناجحه في الابراج الترابيه قبل مع بعض. تحياتي ليكم وتحياتي لبرج العذراء وبرج الثور.